الذي يطالع القرآن الكريم بعد سورة الفاتحة يبدأ بسورة البقرة فيقول الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ونلاحظ أن من صفات القرآن الأولى التي ذكرت له هنا أنه هداية هدى للمتقين. ولا عجب، فإن المقطع الأول من سورة البقرة حين يتكلم عن المؤمنين يصف أن لهم بعد ذلك هداية وفلاحا، فقال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فحيث أخذ المؤمنون بهداية القرآن انتهوا إلى هذه الغاية الجليلة، وهي أنهم على هدى من ربهم وأنهم المفلحون. وقد يظن البعض أن الفلاح يراد به هنا فلاح في الآخرة، وهذا وإن كان داخلا في المعنى دخولا أوليا، إلا أن الفلاح يكتب للمؤمنين حيث أخذ القرآن منهج حياة في واقعهم. فإن القرآن الكريم يهدي للتي هي أقوم، كما قال تعالى في سورة الإسراء في الآية التاسعة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ونلاحظ أن التعبير جاء بالاسم الموصول للتي هي أقوم دون أن يحدد المجال، ذلك ليعم وليكون أو لتكون هذه الهداية في شتى مجالات الحياة. ولو أراد تحديده لقال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في شأن التعليم أو التربية أو السياسة أو الاقتصاد أو الاجتماع ونحو ذلك، لكنه أطلق القول من خلال الاسم الموصول الذي يفيد التعميم، فقال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي في كل شأن من شؤون الحياة. فما من مجال من مجالات الحياة إلا والقرآن له فيه كلمة ورسالة وهداية للتي هي أقوم. ليس الأمر هداية لقضية بعينها، وإنما لكل شيء بل لأقصى شيء من موضوعات الهداية، والحمد لله تعالى. ونلاحظ أن هذه الآية إنما جاءت عقب الحديث عن بني إسرائيل، وهذا إيماء وإشارة خفية إلى أن القرآن هو الذي يهديكم معشر المسلمين إلى أفضل الحلول مع هؤلاء الذين يعاصرونكم إلى يوم القيامة على ما بينكم وبينهم من خلافات واختلافات. لذلك فالأمة يجب أن تيمم نحو القرآن، لأنه الذي يهديها إلى أفضل الحلول مع هؤلاء ومع غيرهم. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة على هداية القرآن الذي أنزلته ليكون رسالة خاتمة للناس أجمعين إلى يوم القيامة. نعم، إن القرآن يهدي للتي هي أقوم، لذا فنحن لسنا بحاجة إلى استيراد ثقافة غرب ولا من شرق، لأن القرآن يشتمل على كل ما يمكن أن يكون نفعا للإنسان في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين.